اضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه في الحقيقة قد يكسب هذا الاسم نوع من التخفيف عندما يقارن بالاضطرابات الأخرى، مثلا لما تكلم مثلا اضطرابات المزاج أو اضطرابات القلق أو اضطراب الوسواس، فعندما يتم المقارنة قد يكسب اضطراب فرط الحركة نوعا من الحساسية الأقل مقارنة بالاضطرابات الأخرى. الإنسان له الحق الكامل في الاحتفاظ فيما يخصه من جوانب صحية وجوانب شخصية. عندما يجد الإنسان بعض الصعوبات التي تواجهه في الحياة، مثل الصعوبات المرتبطة في الأداء، العلاقات مع الآخرين، والتي تؤثر بشكل واضح، فأحيانا قد يلجأ الإنسان للمبررات، ووضوح المسببات قد يساعد الشخص في الحصول على المساعدة، الحصول على التعاطف، الحصول على الجوانب التي قد تخفف من المعاناة. فعندما يذكر الشخص لزميله الصعوبات التي يجدها في التنظيم والحرص على الوقت والأداء، الصعوبة التي يجدها في البدء في العمل، الصعوبة التي يجدها في الإنجاز، وأن هذه قد ترتبط أو أنها ترتبط في المشاكل التركيز والانتباه لديه، فقد يجد الدعم والمساندة. كذلك عندما يتم الشخص هذا لمن يتولى مثلا إدارة المنشأة أو حتى لشريك الحياة، بدل من أن يجد الشخص الآخر تفسيرات كثيرة مثل الإهمال أو إطلاق بعض الألفاظ الغير جيدة على الشخص نتيجة لضعف التركيز والانتباه. فقياس مدى الحصول على المساعدة والدعم والمساندة مهم في تحديد هل أخبر عن الاضطراب أم لا.